يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Reći moja draga, evo sa nama je sada onaj jedan veliki alim, jedan veliki učenjak koji je stručnjak u hadijskoj znanosti, onaj izuzetno ugledan, tamo dosta poznat i izuzetno stručan u davanju onaj šerijatskih odgovora fetava. U svakom slučaju jedan veliki alim koji je pred nama, onaj od kojeg sam sigurno može naučiti mnogo korisnih stvari. Fadl šeha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم النعم علينا التي أنعم الله عز وجل بها علينا وامتن بها علينا أن جعلنا مسلمين، أن جعلنا مسلمين وهدانا صراطه المستقيم ووفقنا لالتزام أحكام هذا الدين. وهذه النعمة يا إخواني نعمة عظيمة جدا، نرى أثرها في من حرم بعضها أو كلها، نرى أثرها في من حرم الإسلام وعاش في ظلام ومات في ظلام، وأثرها في من كان مسلما لكنه مضيعا لأمر الله ومات على تضييعه لأمر الله. فإذا فلما هدانا الله عز وجل للإسلام ووفقنا لالتزام تعاليمه فإن هذه النعمة أعظم نعمة يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، وهذا اصطفاء من الله عز وجل. نسأل الله أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. Braću moja draga, na samom početku želim da sebe i vas napomenim na najveću blagodat koju nas je Allah počastio, a to je počast odabira, to što nas je Allah počastio i odabrao islamom. Kaže, veličinu te blagodati možemo vidjeti na onima koji nemaju tu blagodat, a to su ljudi, kaže, u dvije vrste se mogu podijeliti, ili ljudi koji su nevjernici pa žive bez islama i umiru bez islama, ili ljudi koji su, kaže, u imenu muslimani, ali ne prakticiraju islam, i kod njih možemo vidjeti koliko su oni uskraćeni veličine ove blagodati. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, molimo da nas učvrsti na putu istine i kaže da ostanemo na putu istine sve dok, kaže, se sretnimo sa njim. Yahdhuruni fi hadha maqam hadithun azim fihi ibar wa i'tibar idha ta'amalna fi hadha hadith azim wa hadith al-Abbas radiyallahu anhuma fi qissati Abi Sufyan ibn Harb في الصحيحين البخاري ومسلم. ملخص هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عقد الهدنة بينه وبين قريش في الحديبية، في صلح الحديبية، تحركت تجارات قريش إلى الشام، فخرج أبو سفيان في تجارة إلى الشام. وفي ذلك الوقت، في وقت الهدنة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسائله إلى الملوك في الشام وفي مصر وفي الحبشة وفي العراق، أرسل إلى فارس والروم وإلى غيرهما من الملوك. فجاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في الوقت الذي كان أبو سفيان في الشام، فأرسل استكمله ممكن استكمل كمان مر عليهم قريبا لا ممكن بس استكمل من باب يعني أنا أذكره يعني وترجمه بس ممكن يعني أنا أعرفه بس طويل يعني فممكن أنا أريد أن أخذ من وقفات أي نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في وقت كان أبو سفيان هناك، فاستدعى قيصر أبا سفيان ليسأله عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. سأله أسئلة، سأله عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وسأله عن أبيه وأمه، وسأله هل كان من أبيه من آبائه ملك أم لا، وسأله
عن أشياء متعددة، وكان مما سأله عنه هذا الدين من الذي يدخل فيه، أشراف الناس أم ضعفاء؟ فبين له النبي، فبين له أبو سفيان كلاما حقا أنهم يدخل فيه ضعفاء الناس. قال: هل يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ يعني هؤلاء الذين يسلمون، هل أحد منهم يرتد عن الإسلام سخطا على الإسلام وبغضا للإسلام وحنقا على الإسلام، ويظن أن أو بعد أن عرف الإسلام رأى أنه غير صالح؟ فأجابه أبو سفيان، وأبو سفيان في ذلك اليوم كافر، ما استطاع يكذب. فقال: لا لا، كلمة قالها كافر شاهدا بها على نفسه. فقال قيصر بعد ذلك في حديث طويل: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة، وفي رواية: إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان له بشاشة حلاوة، إذا خالطت القلب ودخلت فيه ما تخرج ولا بالسيوف، إذا استقرت في القلوب يهون الموت دون إخراجها. ولذا على مدار التاريخ نجد من المسلمين من لهم رخصة في أن يقولوا كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالله عز وجل رخص لهم، ولكنهم يصرون ويقتلون لأن الإيمان خالط Šejh kaže, večera ćemo se družiti sa jednim hadisom, odnosno sa jednom velikom koristi iz jednog hadisa, poznati hadis koji je zabilježio Imam Buharija, onaj događaj nakon što je Božji poslanik alejhi selatu vesselam potpisao ugovor i primirje sa Kurejšijama. Znači, napravili su primirje i tada je počelo da se kaže normalno da se kreću i muslimani i nevjernici po svijetu. Pa je Allah poslanik iskoristio primirje da pošalje poziv svim carevima i kraljevima oko, znači, arapskog poluotoka da ih pozove u islam. Jedno od pisama koji posluje jeste tadašnji kralj Kajsar u dole Šamu, znači današnja Sirija, Damask. Poslao mu je pismo gdje ga poziva u islam. I kada je poslao to pismo gdje ga poziva u islam, u tom istom periodu u tom mjestu gdje je boravio Ebu Sufjan, koji u to vrijeme bio nevjernik. Pa je taj kralj pitao ima li iko od ljudi koji je došao od tuda da ga pitamo o tom čovjeku koji za sebe tvrdi da je poslanik, i postavio mnoga pitanja. I taj hadis možete naći na samom početku Buharije, to je poznati hadis, ali kaže mi ćemo samo se ustati kod jednog mjesta, jer postavimo dosta pitanja, ko je, šta je, kakav je, mnogo toga, i Ebu Sufjan mu je sve odgovarao, kaže tačno. Kaže, pa ga je upitao jedno pitanje, kaže, a ko privata tu vjeru, ko ulazi u vjeru? Jesu to ljudi bogati ili siromašni? Kaže, pa mu odgovorio siromašni ljudi. Kaže, pa mu je postavio drugo pitanje, a da li, kaže, ima neko od njih da je ušao u tu vjeru, pa nakon što je spoznao, nakon što je vidio njene principe i temelje, da je ljud i srdit i razočaran u vjeru, izišu iz vjere. Pa Ebu Sufjan, kaže, kao nevjernik tada potvrdio, posvjedočio protiv sebe, kaže, nikad niko nije napustio islam da je se razočarao u ono što je našo islamu. I on kaže, ovdje je jedna velika korist, kaže, muslimani kroz historiju nekada su znali zapasti u situaciju da im je šerija dopustio da reknu riječi kufra zato što su bili prisiljeni, jer Allah Jošanu kaže, illa men ukrivo kalbu mutmainu bil iman. Kaže, dopušteno je ljudima da kada ih pritisne neka velika nedaća da reknu riječi kufra ako mu je srce čisto. Ali kaže, ne. Kaže, muslimani, ovaj hadis jer je pojasnio, kaže, nakon toga, kada je ovaj kralj pitao Sufjana, onda je on opet Sufjan odgovorio. Kada ga pitao, kaže, da li neko napusti islam, srdit na islam, on mu je rekao, Ebu Sufjan, ne. Onda mu je on odgovorio, kaže, tako je uvijek, kaže, sa imanom, kada iman uđe u ljudska srca i kada se, kaže, pomiješa sa ljudskim srcima, nemoguće, kaže, da se rastavi od ljudskog srca. I onda je šejh citirao ovo, kaže, kroz istoriju se znalo desiti da ljudi imaju pravo da reknu riječi kufra zato što su prisiljeni, ali kaže, ne želi da se rastavi od imana i ne želi da se rastavi od la ilaha illa, kaže, pa su bili spremni da poginu, samo kaže da ostanu na islamu. Urid min hada, anna l-hujjata taqumu alajna bi ma'rifatine li hada d-din.
وبذوقنا لحلاوة الإيمان ورجوعنا إلى القرآن الكريم وحفظه وتلاوته وتفهم معانيه ومعرفتنا بأحكام الشريعة. فيوجب علينا ذلك أن نلتزم ما عرفنا. ففرق بين إنسان لا يعرف شيئا عن دين الله ولم يذق شيئا من حلاوة الإيمان، وبين إنسان فتح الله عليه وأذاقه حلاوة الإيمان، فعليه أن يتمسك بهذا الإيمان. وإذا كان الإنسان في محيط فتح له ما شاء من الشهوات وانفتحت عليه الدنيا بملياتها ومغرياتها، فبقي متمسكا بدينه معتصما بحبل الله، فإنه أعظم أجرا من إنسان بيئته ومجتمعه كله متمسك ولو أراد معصية ما حصل عليها. فإن الذي يمنعه من المعصية خوفه من الله أعظم أجرا من الذي يمنعه من المعصية، لأن المعصية غير متيسرة. أنتم في هذا المكان، الأمور مفتوحة أمامكم، فلما ذقتم حلاوة الإيمان وتتمسكون بهذا الإيمان وتتمسكون بهذا الدين وتعتصمون به، فأنتم أعظم أجرا من غيركم من المسلمين الذين عاشوا على الإسلام، والمنكرات والمعاصي أصلا غير متيسرة لهم لو أردوا. Kaže, ovo obraće od nas iziskuje jednu stvar da povežimo današnju situaciju sa ovim što smo spomenuli, a to je čovjek koji spozna situaciju, spozna iman, spozna hak, toga čini da se čvrsto pridržaje istine i da ustraje na tom putu. I kaže, treba da znate, evo vi ovdje, ova vaša situacija nije kao situacija drugih muslimana koji i kada bi željeli da urade grije, možda taj grije nekada ne mogu ni naći. U nekim zemljama arapskog svijeta kada želiš da uradiš grije, ti što ga uradio i što si dovoljno pokvaran da ga uradiš, ne možeš ga naći. Kaže, razlika je taj i razlika ste vi ovdje koji ste zbog, evo ovo što je spomenuo Ebu Sufjan, slast imana koju ste osjetili, to je ta slast imana koja vas čuva da činite grijehe iako su oni prisutni. Za razliku od drugih ljudi u nekim zemljama koji bi poželio da uradi grije, samo ga ne može naći. I kaže, u velikom ste hajru i u velikom ste, onaj, kako se zove, u velikoj ste nagradi za one koji opstanu i ustraju čvrsto se pridržavajući za tu slast imana koju osjeti. أنتم في هذا المجتمع عليكم أمور ثلاثة، أولها أنفسكم، فتتعلمون دين الله عز وجل وتعملون به وتلتزمون شرعه قدر ما تستطيعون. ثانيها أهاليكم ومن تحت أيديكم، تقومون عليهم وتعلمونهم هذا الدين وتنشرونه فيهم وتفقهوهم في دين الله عز وجل وتبينون لهم الحرام والحلال وتربوهم على الإسلام. ثالثها هذا المجتمع الذي أنتم فيه، تنشرون فيه هذا الدين وتدعون الناس إليه وتعلمونهم هذا الدين وتفقهونهم فيه بأقوالكم وبأخلاقكم وتعاملاتكم وبجميع شؤونكم، كي تردوا الناس إلى دين الله، فتؤجرون بأنفسكم وتؤجرون بأهليكم وتحت أيديكم وتؤجرون ببقية المسلمين بل وغير المسلمين الذين تدعونهم إلى الإسلام. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خير لك من حمر النعم التي هي حمر، الحمر من الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب كانت في ذلك الزمان. يعني إذا هدى الله بيدك على يدك رجلا واحدا رده الى الاسلام خير لك من اموال قارون. Kaže, braćo moja draga, mi sad ovdje u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo spomenuli smo, znači, da ovdje se podržavati vjeri i islama nije lako. Kaže, treba da pazimo u svom životu na tri stvari. Prva stvar, moramo prvo voditi brigu o sebi. Nelogično je da paziš na drugog, a nisi pazio na sebe. Prva stvar, kaže, pazite na sebe. Odgajajte sebe, pazite na svoj iman, pazite na svoj islam, pazite na svoje ponašanje, pazite na svoj... Prvo sebe. Nakon što pređeš tu stepenicu i tu savladaš, onda kaže, pređite na svoje porodice.
pokušajte njima dostaviti islam, pokušajte ih pozvati, pokušajte ih odgojiti, pokušajte uticati na njih, jer su oni najbliži i najpreći da pazite na njih. Da njima tu slast o kojoj smo malo prije spomenuli, da njima to dostavite. Kad to uspijete, i ako uspijete, onda idete na treću stepenicu, a to je stepenica društva u kojem živite, da pokušamo utjecati i djelovati na društvu u kojem živimo. Kaže, ako uspijemo te tri stvari, zamislite samo koliko ćemo, kaže, nagrada imati zato što smo prvo odgajali sebe, zato što smo to dostavili našoj porodici, ljudima iz užeg kruga naše porodice, nakon toga zato što smo to dostavili društvu, pa čak, kaže, i ljudi koji su čak nevjernici, to će biti, onaj, ajde da kažemo jednu ruku, dokaz protiv njih da je bio neko ko je pozivao u istinu. تعرفون أن الله عز وجل جعل هذا الدين خاتمة الأديان ليكون دينا يجب على كل البشرية بل من الجن والإنس أن تدين به لله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهو الدين الخاتم وهو الدين الذي لا دين ينسخه بعده فهذا هو دين الله عز وجل الذي يجب على الناس كلهم اتباعه في مشارق الأرض ومغاربها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فهو يعلم بأحداث المستقبل كلها وأوجب على الناس هذا الدين وشرع هذا الدين على حال تصلح لأن تطبق في كل زمان ومكان وهذا معنى قول العلماء أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان يعني أن الإسلام لا يتعارض مع مصالح المسلمين مع مصالح البشرية والناس في جميع الأزمان لا أنهم يطوعونه لمصالحهم لا لكن هو بما شرعه الله عز وجل عليه وما فيه من اليسر والتيسير لا يتعارض مع مصالح الناس إطلاقا والإسلام يحفظ الحقوق المشهورة الحقوق الخمسة يحفظ أموال الناس أديان الناس وأموالهم وأعراضهم ويحفظ حقوقهم المشهورة و لهم فيه مجال واسع من الحريات التي لا تتعارض مع هذا الدين ولدى العلماء قواعد علماء الشريعة قواعد أخذوها من الشريعة في المصالح والمفاسد والموازنة بينهما فالإسلام إطار عام بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الناس كلهم بأن يطبقوه في لحظة واحدة بجملته لا بدأ بأموره المهمة التوحيد أولها ثم بدأت شرائع الإسلام والقرآن نزل على نجوم نزل منجما يعني لم ينزل دفعة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم فالأحكام جاءت بالتدريج نحن المسلمين في كل البقاع لدينا مصالح ومفاسد عندما ندعو الناس عندما نطلبهم أن يدخلوا في الإسلام لا يمكن أن نأتي ندعو رجلا للإسلام فنأتي بأحكام جزئية من الإسلام في أول الطريق فنقول إذا أسلمت عليك الختان فيهرب كثير من الناس لكن أول ما ندعوه إليه من الإسلام التوحيد فإذا وحدوا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي فادعوهم إلى شهادتي لا إله إلا الله ونحن رسول فإذا وحدوا الله عز وجل نأتي بالذي بعده وهكذا فنحن ندعو الناس إلى أركان الإسلام الأولى شيئا فشيئا ومجتمعات المسلمين تراعى فيها هذه القواعد في المصالح والمفاسد فلا نخرج الناس من الدين أو ننفرهم عنه إذا لم يستطيعوا أن يطبقوا بعض أحكامه الجزئية بل يبقون على مصالحه العليا وعلى أموره الكلية وإن فات عليهم تطبيق بعض الأحكام الجزئية التي لا تخرجهم من الإسلام ولكن ليس إهمالا لها إن تيسر في يوم من الأيام أن يقيموها أقاموها وإلا فليموتوا على الإسلام وإن كان لديهم أحكام جزئية لم يستكملوها فاستكمل هذا الرسول.
Šejh je govorio mnogo toga i teško je i zapamtiti, teško je to sve i povezati i rezimirati. U svakom slučaju šejh je započeo svoj govor činjenicom da je svima bi trebalo da bude poznata činjenica da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Božim poslanikom alejhi salatu vesselam zapečatio poslanice i sa ovom vjerom zapečatio sve vjere u smislu da do sudnjeg dana više nema druge vjere. I samim tim činem ova vjera je znači odgovarajuća za svaku vrijeme i za svaki prostor. Znači čovjek ne smije da sumnja u to da li ova vjera je odgovarajuća. I samim tim mora da vjerujemo da Islam gleda na velike, velike činjenice, na velike, velike stvari. Islam je došao i propisan je da bi sačuvao pet velikih takozvani čovjekovi koristi, njegov život, njegov imetak, njegovu čast. Znači to su, braćo moja draga, veliki temelji. Veliki temelji i sam šejh, evo sad, znači puno je toga rekao, sve to ide u jedan koš u kojem želi da kaže da čovjek i mi koji smo shvatili istinu i malo prije smo govorili da trebamo paziti na sebe i našu porodicu i na društvo, kada želimo društvo hajr, moramo uzimati neprestano ove velike činjenice u obzir. Čak šejh kaže da dođemo i da ljude pozovemo u najbitniju stvar, a to je da Allah obožavaju, a to je tauhid, kao što je Boži poslanik kada je poslao Ali radijallahu anhu i Muaz ibn Džebela u Jemen, kaže pozovi u tauhid, pozovi u la ilaha illallah, pazi ove krupne stvari, kaže taman da ljudi i umru i nisu uspjeli upotpuniti din, kompletan i vjeru, ovi hajde i nazovemo sitnije stvari, kaže te stvari se u jednu ruku mogu tolerisati u odnosu na velike stvari. Znači ovaj din je došao odgovarajući za svako vrijeme, za svaki prostor, pazi na najkrupnije čovjekove stvari i to je, kaže, ono čemu ljude trebamo pozivati, počinjati, kaže, od krupnih stvari, a ne ljudima počinjati servirati vjeru od onih takozvanih sitnica, ne, počinjati ljude pozivati u velike, ogromne stvari koje su temeljne, a kaže ako dođe vrijeme da ljudi su spremni da prihvate i da upotpune sav din, kaže to je dobro, ali ako ne mogu, onda prvo treba da uzimaju i da im se nude velike stvari kao što je vjerovanje, tauhid, a nakon toga ono što mogu. Uridin asa su'al. Lau kala leka rađun, nasrani, uridin muslim, lakin bi šart, أنا أحب الخمر ولا يمكن أترك الخمر كل يوم سأشرب خمر ما شربه كل يوم؟ لا شك يقول كل يوم سأشرب خمر إيش رأيك؟ Evo, kaže, on je malo prije spomenuo, a ja sam to zaborio kazat, bez sene ne sito hada ili di kultu el hitanu, kida je ni fe elana kulhu wa azbusar. Kaže, še, na primjer, čovjek, prošli put sam spomenuo, ali evo slično pitanje sad, kaže, čovjek nekad dođe nevjernik, nemoj mu spominjati možda odmah sekundarno, u islamu odmah ti si 18 godina, čekaj da znaš, doprimiš islam, treba će te sunneti, trezati, razumiješ tijelo. Kaže, možda će to biti razlog da ne primi islam, poduči ka krupnim stvarima. Evo sad, kaže, zamislite da vama dođe neko od komšija nevjernika i kaže, slušaj, ja ću primiti islam, ali ja ne mogu bez alkohola, ja od danas odmah, evo, unaprijed kažem, ja neću nikad prestati alkohol piti, svaki ću ga dan piti, ali hoću da primim islam. Kako bi mi, kaže, reagirali i šta bi mu rekli? Pitanje je sad. A, hajde, djao. Ima li neko da hoće da odgovori? Da primi islam. Ti si islam pilot. Ne izvodi vezeri, ne spije. الشيخ يقول يعني توازن شرب الخمر يعني ذنب ولكن ليس ذنب يخرج من الدين فأولى يسلم ولو يشرب الخمر. فما هو بريس نسبامي على بريمير أصحابه كي يمو غريه за време посланика кој пио алкохол, да е волео Аллаха и посланика негово. Казал им е умро као шехид. شيء فهد ذكر لهم مثال للصحابي الذي كان يشرب الخمر فقال النبي يقول لا تعين شيطان على اخيك فيقول نفهم من هذا الحديث انه رجل حتى من الصحابه كان ممن يشرب خمر فهذا اولى منه بكثير. لارجو الا يفهم انني اريد تمييع الشريعه. نحن ندعو الى السنن الصغيره جدا ان تطبق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيسر السنن يكفي أنها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نريد تطبيقها ونريد التمسك، لكن هي مسألة مجتمعات منفتحة، مجتمعات بعيدة عن الإسلام، مجتمعات أحيانا كافرة، تدعو النصارى بجنبكم، الكنائس موجودة في كل مكان، كيف ندعو هؤلاء؟ لابد أن يكون هناك شيء من الموازنة بين هذه الأمور، نبه على هذه كيف نستطيع.
Kaže, veoma je bitno da nas ispravno shvatite ovo što sad govorimo, jer kaže da neko ne shvati da mi želimo da se poigrajemo s vjerom i da je, ajde kažemo, mijenjamo. Ne, kaže, za nas je najsitniji sunnet, kaže, za nas je skup i vrijedan. Kad sama činjenica da mu je ime sunnet, to je dovoljno. Ali, kaže, želimo da vas podučimo i da vam kažemo, pogotovo vi ovdje gdje živite, gdje u vašem komšiluku imate ljude koji su nevjernici, da shvatite u životu da se većim i krupnim stvarima mora davati prednost. I ovo shvatanje, znači da čovjek koji hoće da primi islam i pita alkohol, to je ispravno shvatanje. Čovjek treba da primi islam, a alkohol je samo jedan od grijeha koji znači ne izvodi iz vjere i ne znači omalovažavanje tog grijeha, ali znači davanje prednosti nečemu što je veće od toga. Ma sabakam da kartumu umi da'vati islam sahih. Nahnu na kule u aslim. وإذا قال أريد أن أشرب خمر أقول أسلم أنت إذا أسلم نبين له حكم الخمر لو أصر على الخمر يبقى مسلما وإن استمر على شرب الخمر فيكفي أنه دخل في دين الله وخرج من الكفر وهذا أمر تعرفونه هذا أيضا يأتي في أفراد المسلمين عندما ندعوهم للالتزام فقد يكون بعض المسلمين تاركا للصلاة ولكن عنده رشوة فأنت الآن يجب أن تدعوه إلى الصلاة وتترك موضوع الرشوة حتى يعني لو أصر على الرشوة أنت يجب أن تصر على موضوع الصلاة لأنه أهم من موضوع الرشوة فلا نجعل أخذه للرشوة مانعا له من التزام الصلاة نبدأ بالموازنة بين ما ندعو إليه سواء في ترك المنكرات أو في التزام الطاعات فإذا التزم الصلاة الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثق أنه بعد التزامه بالصلاة سيتقبل غيرها من الطاعات فشيئا فشيئا لو أردت أن تدعو امرأة إلى الإسلام وأردت أن تبدأها بالدعوة إلى الحجاب مباشرة قد تنفر لكن أدعوها إلى ما هو أهم من ذلك ثم يأتي الحجاب مرحلة لاحقة كذلك المنكرات الموجودة أمامنا لا نستطيع أن نهجم على هذه المنكرات هجمة واحدة وإنما نبدأ بالأمور الكبرى الأمور المهمة فنبين المنكرات العظيمة المضادة للتوحيد المضادة للإسلام منكرات ترك الصلاة ثم يأتي الناس بعد ذلك شيئا ولا ننفر منا أحدا من المسلمين لمعصية بادية عليه حتى هذا المكان لو كان فينا وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا لو كان فينا من هو مصر على معصية لا ينبغي أن نخرجه ونفاصله من أجل لا بل يبقى أخونا لعل الله يهديه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه كلام فقال يا رسول الله جئت أبايعك واشترط فقط أنه يزني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه محاجة عقلية أترضاه لأمك؟ ترضاه لابنتك؟ ترضاه لأختك؟ كل يقول قال كذلك الناس فبايع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما بايعه على أنه يزن لا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بالزنا لكن لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم طرد له ولا تنفير وإنما دعاه بالإقناع والقناعة نحن بحمد الله هذه الشريعة يا إخوان مواكبة للعقول شريعة الإسلام مواكبة للعقول العقل الصحيح يقبلها بلا إشكال فنحن نبين هذه الشريعة هذا الدين بالمحاجة وجادلهم بالتي هي أحسن نجادل الناس نبين لهم نبين لهم الفرق بين من يعبد الله وحده لا شريك له من يعبد ثلاثة ويقول ثالث ثلاثة نبين الفرق بين هذا وهذا نبين من يتوجه بقلبه إلى الله عز وجل مباشرة وبين من يجعل بينه وبين الله قبرا من القبور أمور العقول السليمة تستوعبها فنحن عندما نبين هذه الناس للناس بيانا عقليا اليوم الناس مفتوحة كلها تدرك هذه تجادل في كل شيء فسيدركون الفرق بين هذا وهذا لا يوجد إطلاقا أمر سيء أمرت به الشريعة ولا أمر صالح نهت عنه الشريعة لكن قد يوجد
ما تغلب مفسدته على مصلحتك فتنهى عن الشريعة. وإذا غلبت المصلحة على المفسدة أمرت به الشريعة. هذا يوافق العقول ولا يعني يعارضها. فمن هنا نحن ندعو الناس إلى أمور معقولة مقبولة نستطيع أن نجادل عنها وأن نبينها بكل وضوح. Kaže ono što ste rekli kada je postavljeno pitanje da, da čovjek koji hoće da primi islam i pije alkohol pod uvjetom, kaže ne mora znači ćemo njemu odobriti da pije alkohol, ali kada je bilo na kraj kraja da će ga piti, kaže preče je nek uđe u islam da se spasi od vječne vatre, pa makar da umrije sa tim grijehom pijenja alkohol. Pa je naveo i vi drugi mnogo primjera, kaže čovjek koji obavlja namaz i uzima, kaže, mito, korupciju. Svakako je da je mito korupcija veliki grijeh, ali ostavljanje namaza je puno veći grijeh. S takvim čovjekom, kaže, treba početi od ostavljanja namaza. Jer, kaže, ostavljanje namaza je puno, puno veći grijeh nego sama korupcija i uzimanje mita. Ili, kaže, osoba koja, žena, ako je pitanje, kaže, pozivanje žene u islam, možda, kaže, u samom momentu da rekneš djevojci primi islam i odmah ćeš morat nositi hijab, kaže, ne da bi to bilo teško jer mora napraviti mnogo promjena, em što mora privati islam i nositi hijab. Ali, kaže, pozvati u islam da primi islam, a hijab će doći nekada tamo, znači, ako Bog da se ispravni shvatanjem vjeri, onog momenta kada ispravno rekne la ilaha illallah, kada prihvati la ilaha illallah za svoj život, ajde kažemo, i onaj nošenje hijaba će puno lakše doći i onaj sigurno će naći mjesto u njenom životu. Kaže, mnoge te stvari koje mi ljudima serviramo, nudimo, nudimo i na ovakav način, da nudimo znači stvari koje su prioritetnije, stvari koje odgovaraju ljudskom razumu. Jer kaže, vjerujte da sve što nudi šerijat odgovara zdravom razumu. Može ljudski razum otići da se toliko pokvari da ne zna šta je dobro od loših, ali zdrav razum privata vjeru. Pogledajte, kaže Božji poslanik alejhi salatu vesselam, dolazi mu dječak, momak i kaže ja ću dati bejr, ja ću privat islam, ali pod uvjetom da činim zinaluk. On Božji poslanik kaže odgovara na način kako razumije insan racionalno, ne šerijatski. Pa mu kaže, a da li kaže bi ti volio da neko zinaluči i bluči sa tvojom majkom, pa sa tvojom sestrom, pa sa svojom čerkom, pa je kaže to ostavio zato što to kaže razum privata. I znajte, kaže, da što god vjera naređuje, znajte da je to privatljivo za razum. Što god vjera zabranjuje, to je u osnovi pokuđeno za razum. I imaju tu neke, kaže, stvari koje ima u njoj štete određene, pa je islam zbog toga zabranjen, a ima malo i koristi. Ali generalno, kaže, mi ono što nudimo kroz islam, zato što je to vjera od Allaha, ljudima se čak može i razumno dostaviti, da ljudi razumiju te stvari s aspekta racionalno. كمان لو ممكن 10 دقائق ممكن تزود في بعض المتركات لكن الشريعة مكتملة لا ليست بحاجة أن نزيد عليها شيئا جديدا وليس فيها نقص بوجه من الوجوه إطلاقا. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام فالدين كامل. الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. وليس بالضرورة أن تكون الأحكام الشرعية ذكرت أشياء لم توجد ولكن أدلتها وأصولها موجودة في القرآن والسنة. فنحن عن طريق القرآن والسنة نعرف الأحكام المستجدة والأحكام التي لم تكن موجودة من قبل بلا إشكال. وهذا يقوم به أهل العلم على مر الأزمان. فليس معنى وربما سيمر بكم شيء من الدروس في هذا فليس معنى كلامنا السابق أن هذه الشريعة نركز على أصولها ونهمل بقية لا ما نهملها لكن في باب الدعوة وتعليم الناس يكون هذا التوازن. وهذا الأمر الذي هو اكتمال الشريعة من أعظم الأمور التي نجادل بها عن هذه الشريعة. فلا يوجد في الدنيا شريعة من الشرائع فيها من الكمال كشريعتنا شريعة الإسلام. ولا يوجد في الدنيا شريعة
فيها من البيان كما في الإسلام. ولا يوجد في الدنيا شريعة أصلا متصلة إلى نبيها كاتصال شريعتنا. هذا القرآن كتاب الله، كتاب الله، من أنكر منه حرفا كفر. هذا القرآن أخذته الأجيال جيلا بعد جيل بحروفه بكل ما فيه، لم يتغير منه حق واحد. هذا في إجماع المسلمين. السنة، السنة النبوية أخذتها الأجيال جيلا بعد جيل كما أخذ القرآن. والفرق أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. أما السنة فالله عز وجل هيأ لها من الأمة من يقوم بها وينهض. ومن يقرأ تاريخ السنة وتراجم الأئمة الأعلام الذين قاموا بها والآلية التي استعملوها في الحفاظ على السنة وإيصالها إلينا وستصل لمن بعدنا بإذن الله يقضي العجب. فنحن الآن نعرف هذه النصوص النبوية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعرفها ونميز صحيحها من ضعيفها. إلى اليوم المسلمون يعرفون هذا، يعلمهم علماؤهم، وآلية التمييز واضحة، والأئمة النقاد الذين نقلوا لنا هذا وبينوه لنا قبورهم واضحة. ومن يدرس هذا الشعر ويتعمق فيه يقضي العجب، بل إنه يوقن أن هذا جزء من المعجزة التي جعلها الله النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا مثال أبو هريرة، حافظ الأمة، هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: أيكم يبسط يده ثم يأخذه إليه فإنه لا ينسى شيئا سمعه منه. يقول أبو هريرة: فكانت علي بردة فأصبت حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فجمعتها إليه فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا. إذن هو جزء من المعجزة. عندما ننظر للتابعين وجمعهم للحديث وتعبهم عليه ثم الذين بعدهم ثم الذين بعدهم، لا يوجد في أمة من الأمم مثل هذا إطلاقا. أصحاب الإنجيل يوجد في رواياته في إسناده انقطاع هائل جدا بين عيسى ومن نقله عنه. نحن ليس القرآن، لا لا، القرآن مفروغ منه، لكن حديث واحد من حديث السنة نجد فيه إسنادا متسلسلا وإسنادا دقيقا، نعرف رواته واحدا واحدا. والله إني أجهل أشياء عن أبي أنا بينما أعرفها عن أئمة أعلام من أعلام السنة كثر. حججت مرارا أخلط فيما حججت عليه أحيانا من السيارات، لكن نعرف حجات الإمام أحمد كلها، ونعرف حجة عبد الرزاق وحجة فلان وحجة فلان وفلان، متى حج ومن كان معه. طيب إيش دخلنا فيه؟ لأنه جزء من حمل هذه السنة. لي تكميل بعد أن kaže, braću moja draga, jedna od najvećih osobenosti koju mi pozivamo ljude i kojom se, ajde kažemo, raspravljamo s njima, jeste potpunost ove vjere. I Šejh je spomenuo mnogo toga. U svakom slučaju, Allah Dželešanu kaže u Kur'anu: El jeume ekmeltu lekum dinekum, ova vaša vjera vam je upotpunjena. Ova vaša vjera ne treba nikakvu dopunu, niti ima nešto što treba da je donapunjuje, nešto znači što je fali. Ne. Potpuna. I to je jedan od najvećih dokaza ispravnosti ove vjere, da je potpuna, savršena, odgovara za svako vrijeme, za svaki prostor, da joj ne treba nikakvo dodavanje. I kaže, uzmite samo jednu činjenicu, na koji način se manifestuje savršenstvo i potpunost ovog šerijata i ove vjere islama, jeste da su njegovi izvori i te kako precizno sačuvani. Kaže, Kur'an od vremena Božih poslanika alejhi salatu vesselam pa sve do danas uči se na isti način i nije promijenjen jedan harf. Kaže, to nije ništa novo za nas, jer Allah Dželešanu kaže u Kur'anu: mi smo objavili Kur'an, ovaj fikr, i mi ćemo ga čuvati.
Ali pogledajte, kaže, sunnet Allahu poslanika alihi salatu wasalam, kako je pomno sačuvan, i to je samo jedan dio, sastavni dio mu'đize Allahu poslanika, da je Allah Đelešanu u ovom ummetu dao ljude koji su toliko truda uložili u očuvanju sunneta. Pazite, kaže, pogledajte kršćane. Kod njih je Biblija pisana godinama nakon Isa alejhi salatu vesselama. Naša objava izvorna je Kur'an, kaže, oko toga nema rasprave, ona je 100% u harf sačuvana. A hadisi Božijeg poslanika, mi, kaže, za svaki hadis imamo lanac prenosilaca i u njemu, u njegovoj, kaže, lancu prenosilaca znamo svaku, kaže, prenosioca, znači njegovu biografiju ja, kaže, znam, pošto on hadijski učenjak, ja, kaže, znam u lancu prenosilaca, kaže, više o biografiji ti ljudi nešto znam o svome babi. Znači, toliko je, kaže, ta naša šerijat sačuvan, kaže, znam. Ja ne znam koliko sam ja, kaže, puta nahađ otišao, ali znam koliko je puta imam Ahmed otišao nahađ i ko je sa njim bio i hadise koji su tada od njega prenosili. Kaže, ova vjera je sačuvana. Svaki hadis ima lanac prenosilaca, kaže, ulema, čak, kaže, sastavni dio mu'đize Božijeg poslanika jeste što su njegove hadisi sačuvani. To nemate ni u historiji ni jednog drugog poslanika. Znači, ovo zadnje što je, to je nešto najbolje kod Isa alejhi salatu vesselama, a to je u poređenju sa islamom daleko kod istoka do zapada. Kada vidite, znači, kaže, to savršenstvo, to je najjači dokaz u pogledu raspravljanja sa nevjernicima, da je ova vjera sačuvana, da nije ismijenjena do dana današnjeg i takva će ostati sve do sudnjega dana. Pa je naveo primjer Ebu Hureyre, koji je sastavni dio te mu'đize i čuvanja hadisa, da jedne prilike Božji poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ko će skinuti svoj ogrtač i prostiti ga na zemlju, a onaj kaže, pa ga nakon toga obuči, kaže, nakon toga neće ništa zaboraviti što od mene čuje, kaže Ebu Hureyre, pa sam ja to učinio i nakon toga više nikad ništa nisam zaboravio što je rekao Božji poslanik alejhi salatu vesselam. Nakon njih su došli, kaže, tabiini, koji su veliki, veliki trud postavili i uložili u očuvanju šerijata, u očuvanju hadisa Božji poslanika, nešto što nije poznato historiji čovječanstva osim u islamu. هذا موضوع حفظ السنة وتوصيلها. لو أردت أن أتكلم عليها لطالب الحديث، لكن هي إشارات، لأن هذا الموضوع اتخذه المستشرقون سبيلا للطعن في السنة، فنحن إذا فهمناه عرفنا أنهم إنما سلكوا هذا المسلك لتضليل الناس فقط. السنة جزء من الشريعة، والله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة والسنة النبوية، فحفظها حفظ للدين، ولا شك أن الله عز وجل هيأ لها من يحفظها، هم علماؤنا رحمهم الله الذين بذلوا كل شيء في نقلها وروايتها وصيانتها حتى وصلت إلينا الآن طريا، حتى لكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أمامنا. يعرف ذلك من اشتغل في هذا الباب وأمضى فيه عمرا ودهرا، فإنه يعرف دقائق هذا الجانب، دقائق حماية هذه السنة. نحن نعرف أهل الحديث رحمهم الله بأسمائه وصفاته وأنسابه وألقابه وأهاليه وبلدانهم ورحلاتهم وذهابهم وإيابهم وحفظهم، ولدينا قصص كثيرة عنهم. لماذا؟ كي نعرفهم معرفة تامة، فنعرف هؤلاء الذين نقلوا لنا هذا الدين، هل هم أمناء على هذا أم ليسوا أمناء؟ ولله الحمد لا يوجد أحد فيه شيء إلا بينه أهل الحديث، فليس في الباب محاباة. هو الدين ليس قادحا فيه، أحيانا لو كان يخطئ ما يحفظ جيدا يتكلمون فيه. علي بن المديني يسأل عن أبيه فيقول اسألوا غيري، فيسأل فيقول هو الدين أبي ضعيف. وزيد بن أبي أنيسة يحذر من أخيه لأنه يخطئ ويغلط، وهذا شيء كثير جدا في المحدثين، يبينون ضبط المحدث وعدالته وشأنه كله كي نعرف هل يعتمد عليه في النقل أم لا. ثم هذا الناقل ليس وحده، بل معه غيره ينقلون،
بذرت جهود عظيمة جدا جدا في تمييز السنة حتى وصلت إليه. لا يمكن لأي أحد له عقل يقرأ العمل والجهد الذي بذل في تمييز السنة فيقع في نفسه أي شك فيه، وإنما قرأه طائفة من اليهود المستشرقين فمنهم من هداه الله للإسلام وخضر، وهذا ليس بقليل، عدد كبير من المستشرقين أسلم، ومنهم من زاد حقدهم، وهذا كثير في اليهود بالذات يزيد حقدهم على الإسلام، فبدأوا بالطعن والتلبيس مما يوجب على أهل العلم أن يبينوا هذا بيانا شافيا كافيا كي يردوا هذه الشبهات. وهذا البيان الحديث فيه طويل، ليس هذا المجال مجال ذكره، وإنما أذكر لكم شيئا يسيرا من جهود النقاد كي تعرفوا ماذا بذل. كان طلاب الحديث يبدأون بالطلب منذ الصغر، يخرج في طلب الحديث، ترك الدنيا كلها سنين، ثم يرجع بعد ذلك وقد كبر ليروي، فأذهب ماله وشبابه وجهده، وربما مات في الطريق، كل لأجل ماذا؟ السنة، لأجل الرواية. خرج أبو زرعة الرازي من أمه في الري في طهران، قرب طهران هناك في إيران، عام 218، ورجع عام 232، 14 سنة، كلها رحلة واحدة يجوب الأقطار فيها في حفظ سماع الحديث وحفظه وضبطه وإتقانه، ثم يكتبه كله ويجعله عنده في أرفف، لم يخطئ مكان رف واحد ولا مكان حديث داخل الرف، ثم يؤدي إلى من بعده ويقول أحكامه على هذه الأحاديث وعلى رواتها. وأمثال أبي زرعة كثير، هو نديد البخاري، البخاري من أين جاء وكيف صنع وكيف كتب لنا هذا الكتاب، والبخاري أصله أعجمي، وأبو زرعة كذلك، كلهم من المشرق، فجاءوا وطلبوا هذا الحديث وكلفوا أنفسهم فيه حتى رفعهم الله عز وجل به، ونحن اليوم نقتات منهم ونأخذ الحديث عن طريقهم رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يمكن أن يتفق الحفاظ على ضعف حديث هو صحيح إطلاقا، ولا يمكن أن يتفقوا على صحة حديث هو ضعيف إطلاقا قطعا، هذا لا يمكن، وهذا فيه لو كان لكان في طعم شيء، لكن ما يمكن التفقون. ومن له إدراك في هذا الباب ينبهر ويرى العجب العجاب في الضبط والإتقان والديانة والصيانة وعدم المحاباة في هذا الباب إطلاقا. لماذا؟ لو كانت أموالنا عادي نحابي فيها، لو كانت حقوقنا عادي، لكن هذه الشريعة ما تقبل. لابد نترجم يروح علينا درج. لا أنا أخاف بس لأنه صراحة كلمات مفيدة. لا بس ننسى ينسى كلام بعض وبعض. شيء بيحاول يدلي إذا قبل يركز تويننا فيهم أبيت نسوار كيو دانا فرسيرة ينكي لودي وسوم نزدانيو توية. Da sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam kao nije autentičan, nije vjerodostojan i kao da je to mjesto gdje se ima prostora za sumnju. Pošto je to njegova struka, on kaže insan koji imalo objektivno počne studirati, izučavati hadijsku nauku, bez obzira bio musliman ili ne, nemoguće da posumnja da li je sunnet Allahovog poslanika sačuvan ili ne. Evo sad na kraju govori, ali to u kontekstu tom kaže, nemoguće je da hadijski učenjaci se svi slože i kažu ovaj hadis je daif i onda neko dođe i kaže on je sahih. I obrnuto, da svi kažu on je kaže sahih i neko dođe daif. Nemoguće da se učenjaci, kada uzmemo u obzir šta su učenjaci uložili u znači očuvanju Allahove vjere koja se manifestuje kroz sunnet Božijeg poslanika, nemoguće je kaže da čovjek posumlja kada vidi koliko su oni uložili.
Vodio nam je primjer kada je znalo se desiti da neko od hadijskih učenjaka od svoje majke krene na putovanje i vrati se nakon 14 ili 15 godina, a to mu je samo jedno putovanje, kaže, znali su provoditi, kaže, cijeli svoj život na putovanju, znao je i ne vratiti se svojoj majci, umrije na putu, jedan jedini njegov cilj je bio da ode, da istražuje hadisa Allahu poslanika, alejhi salatu vesselam, kako bi dostavio ljudima nakon njega. Znači, kaže, kada pogledate kako su bili precizni i kako na putu vjere nisu gledali ničiji hatu, kaže, da u pitanju imetak, tu ti čovjek može petljat, da u pitanju ovo, ali, kaže, vjera, znali su doći, kaže, učenjaku i pitaju ga za njegovu babu, kakav je tvoj babo kao prenosioc, kaže, daif. Pitaju ga za rođenog brata, kakav je tvoj brat kao prenosioc, daif. Kaže, možda da je u pitanju nešto drugo, on bi možda svog brata i pofalio, ali, kaže, kada je u pitanju vjera, a takvi, kaže, izjava je mnogo, tu, kaže, nisu imali nikakve tolerancije u smislu, nema tu nikakvog, onaj, kako se, tolerisanja. Koje, kaže, dobar, dobar je, sve s ciljem da bi se ta, da bi se vjera očuvala, da bi se sunnet mogao, kaže, mi ga danas, sunnet Božih poslanika, čitamo kada je jučer izrečen. I za svaki hadis ima lanac prenosilaca i svaki čovjek ima ime i prezime i gdje je rođen i kad je rođen i gdje je putovao, s kime se sreo, gdje je sjedio, kada je umro, sve. Kaže, mi nemamo uopšte nepoznanici. I ako se nađe čovjek nepoznanca u lancu prenosilaca, odmah je taj hadis daif. Znači, svaki insan ima svoju biografiju, svaki insan, znači, o njemu se zna gdje je, šta je i ko je. Kakav je bio u pogledu prenošenja hadisa, koliko je imao jaku memoriju, koliko je bio precizan. Kaže, ljudi su godinama išli, okupljali hadise, slagali, ostavljali, redali, ocjenjivali i davali onim ljudima koji su poslije njih dolazili. Tako da insan, kaže, ovo je inače tema široka, šehova je to struka i kaže, o tome bi se moglo govoriti, ali kao jedna srž, mi svi moramo da budemo ubjeđeni kada kao što je Kur'an sačuvan, isto tako sačuvan je sunnet Božih poslanika, alejhi salatu vesselam, jasno preciziran svaki hadis, svaki lanac prenosilaca, svaki ravija, ko prenosi, šta prenosi, znači i kakva je ocjena, da li se njegovi hadisi prihvataju ili ne. Hadi kisa jesira. كان عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن وكانت الرحلة إليه ومعنى الرحلة يعني كان الطلاب يرحلون إليه لأجل أن يسمعوا منه الحديث لأنه كان كبيرا فأراد أن يرحل إليه أحمد بن حنبل من العراق فاصطحب أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن منصور وكان يحيى بن معين قد رحل رحلة قبلها فجاءوا إلى مكة في الطريق فرأى يحيى بن معين عبد الرزاق يطوف بالكعبة هو جاي إلى مكة فقال لأحمد خلاص عبد الرزاق جاء فقال لا بد من صنعاء وإن طال السفر لا يريد أن يفسد النية هو يريد صنعاء فأخذوا العمرة فلما رجع عبد الرزاق وإذا هم يرجعون خلفه إلى اليمن ولم يرى أحمد عبد الرزاق في مكة فيما يظهر أما يحيى فكان يعرفه من قبل وكان عبد الرزاق في قرية صغيرة بقرب صنعاء عاصمة اليمن اليوم وقرية صغيرة بجنبها كانت في مسكن عبد الرزاق فجاء إليه الإمام أحمد قرب غروب الشمس فلما وصل إلى بيته أراد أن سأل أين بيت عبد الرزاق فإذا صاحب بقال الذي يبيع البقول قال هذا بيت عبد الرزاق قال اصبر هذا رجل غريب وعبد الرزاق شيخ كبير فيأتي هذا الشاب ويطرق الباب على الشيخ هذا ما يصلح هذا معتقد البقال فقال اصبر تأتي الصلاة ويخرج الشيخ فتسلم يعرف أن هذا من الشباب لأنهم يوميا يأتون أتعبوا الإبل فوقف أحمد ينتظر عبد الرزاق يخرج فلما خرج عبد الرزاق وإذا شيخ كبير أحمد عرفه طبعا ما أدري رأى بمكة أو لا ما أدري المهم أنه سلم عليه فقال له عبد الرزاق من أنت؟ عبد الرزاق يأتي الطلاب كثيرون قال أنا أحمد بن محمد بن حنبل قال بالله أنت أبو عبد الله أحمد كان صيته قد اشتهر منذ صغره رحمه الله
قال نعم أنا أبو عبد الله. فالتزم وضمه إليه وفرح عبد الرزاق فرحا كبيرا أن أحمد يأتي ليسمع الحديث منه، ووقف طويلا يسأله ويجيب. عبد الأحمد مسافر، الوقت دخل وارتفعت النجوم، لكن أحمد مسافر. ثم بقي أحمد عند عبد الرزاق مدة طويلة يكتب ولا يسمع من حفظه شيئا ولكن من كتابه، وكان ينام في خربة ويتوسد لبنة، فسرقت نقوده التي معه لنفقة الطريق. فعلم عبد الرزاق، فبعد مجلس من المجالس أخذه خلف الباب وإذا معه دراهم من فضة، وقال خذ هذه يا أبا عبد الله، وجدتها مع النساء وإلا نحن لا نبقي شيئا من المال، نشتري به غنم وترعى، لكن هذه وجدتها مع النساء فترة بسيطة ونحصل مبلغ من المال وأعطيك، لكن هذه استمتع بها حتى يأتينا. فقال أحمد لا، ورفض أن يأخذ منها درهما واحدا، عزة في نفسه، وبقي يكتب عنده حتى شبع. وكتب يحيى أيضا معه، ثم رجعوا إلى أين؟ إلى العراق. وكان أحمد يكتب في تلك الفترة ويستعمل نفسه كاتب للناس كي يحصل قوتا يومه والباقي ما يهمه. رجعوا إلى العراق، فلما وصلوا الكوفة هناك حافظ مشهور من شيوخ أحمد ويحيى بن معين اسمه أبو نعيم الفضل بن دكين الملاعي. يحيى بن معين يريد أن يختبر الناس كلهم ويعرف ضبطهم، وهو دقيق في الاختبار، وهو حافظ كبير كبير جدا، هو أحفظ الناس يحيى. فقال لأحمد أريد أن أختبر الفضل بن دكين، فقال له أحمد الرجل حافظ إيش تفعل أنت؟ قال أريد أن أختبره. قد كيفك؟ فكتب يحيى 10 أحاديث من حديث أبي نعيم، ثم 11 من كيس دخلها، ثم كتب 10 من حديث أبي نعيم والعاشر من كيسة أدخلها، ثم كتب 10 من حديث أبي نعيم والحادي 10 من كيسة. كم صارت؟ 33 أو نحو ذلك، 30 منها صح صحيح، وثلاثة مدخلة اختبار. فجاء يسمعها على أبي نعيم، وكان من عادتهم أن المحدث يقعد على مصطبة، مصطبة مكان مرتفع، المصطبة طويلة، المصطبة طويلة يجلس عليها المحدث بكل وقار الشيخ، ويجلس الطالب الذي سيقرأ أمامه بكل سكينة واحترام، ثم الطلاب عن يمينه ويساره يسمعون، ومجالس الحديث مجالس سكينة لا ينبس فيها بكلمة، بل منهم من لو يرى قلما قام خرج، لا يسمح بالكتابة فيها، مجالس انصات. أحمد على يمين أبي نعيم، وإسحاق بن منصور على يساره، وأمامه من؟ يحيى بن معين الذي سيقرأ. فبدأ يقرأ 10 الأولى، ويحيى يقول وأبو نعيم يقول نعم نعم، يعني هذا حديثي صحيح. فلما قرأ 11 هذا مدخل، قال ليس من حديثي، أضرب عليه. ثم استمر فضرب عليه يحيى واستمر، فقرأ 10 صحيحة، ثم جاء واحد مدخل، فقال أبو نعيم ليس من حديثي اضرب عليه، فضرب عليه. فأبو نعيم الآن نجا في سنتين، بدأ يفكر لا أبو نعيم حافظ. فلما قرأ 10 وإذا هي مضبوطة، فقرأ 1 وإذا هو مدخل، فعندئذ انتبه أبو نعيم أن المسألة اختبار،
وأنها مقصودة وليست غلطة. فالتفت إلى أحمد فقال أما هذا فأورع من أن يفعلها، هذا ورع ما يفعلها، وأما هذا فأقل من أن يفعلها. هذه صعبة ما يقدر عليها هذا، ولكنها من فعلك يا فاعل. ثم أخرج رجله ورفسه فسقط من على المصطبة، وقام ابن عم وتركه. فخرج أحمد ويحيى، فقال أحمد ليحيى ألم أقل لك إن الرجل حافظ؟ قال والله لرفسته أحب إلي من رحلتي إلى أقلسة. يعني هذه الرفسة أفادته ضبط أبي نعيم، وهذا الذي هو يريد. Ovo je jedna duga priča, braćo moja draga, u kojoj šli samo na par mjesta se može vidjeti koliko su hadijski učenjaci bili spremni da putuju, da žrtvuju. Znači, priča poznata kako je Imam Ahmed bin Hanbel koji živi u Iraku sa još dvojicom šehova krenuli su da posjeti Jemen. Glavni grad Jemena zove se Sana'a. Tamo je bio čovjek koji se zove jedan veliki muhaddis Abdurrezzak. Pa su krenuli da ga posjete, da od njega prepišu njegove hadise koje on ima. Pa su krenuli pa će usput u Meku, pa će iz Mekke u Jemen. Kad su došli u Meku na hađ, obavljaju kad taj koji im želi da odi Abdurrezakun tu u Mekke. A kaže ovaj jedan ga sretni, kaže Ahmed, evo vidjeli smo Abdurrezak, evo ga u Mekke, nije potrebno da idemo u Jemen. Evo ovdje ćemo sjest. Kaže, neću, ja sam zanijetio da idem u Jemen. I tamo hoću da idem, kaj neću da mi se nijet pokvari. U to vrijeme nije ko sad u tramvaj platiš kartu iz Mekke otići u Jemen, treba vremena, treba živaca, treba zdravlja, treba opasnosti. Ne, ne, kaže, idemo tamo. Kaže, pa su pustili da ode kući s hađa, pa za njim su, kaže, otišli nakon hađa, kaže, došli. Pa je došao, kaže, Imam Ahmed ibn Hanbel u jedno mjesto, malo selo kod tog onaj grada, glavnog grada jemenskog. Kaže, pa su pitali gdje je njegova kuća, pa su došli, kaže, u jednog čovjeka koji je bio prodavač, ali se tada znao Eder. Kaže, hoćeš da uđeš kod Abdurrezaka, ne može, kaže, tako, svako ko dođe odmah direktno kod njega. Kaže, sačekaj čovjeka, kaže, dok iziđe na namaz, pa kaže, selami se sa njim, pa vidi hoće li te primiti. Kaže, pa je izišao Abdurrezak na akšam namaz, kaže, pa je on ga zaustavio i kaže, Abdurrezak je bio stariji puno od njega, on je bio momak, iako se od njemu već proširilo vijest o njegovom znanju. Kaže, pa kada je on se poselamio s Abdurrezakom, kaže, ko si ti? Kaže, ja sam Ahmed ibn Hanbel. Kaže, toliko mu je bilo drago da je Ahmed ibn Hanbel došao da uči kod njega hadise. Kaže, pa su stali toliko dugo, skoro da je namasko vrijeme prošlo Abdurrezaka, samo zato, kaže, koliko mu je bilo drago što je sreo Ahmed ibn Hanbel, iako on bio puno stari od njega i veći mu hadis. Kaže, pa je Ahmed ibn Hanbel ostao mjesecima kod njega pisajući hadise. Do te mjeri da je, kaže, u jednom momentu mu, kaže, ukraden novac koji je ponio sa sobom za to putovanje. Pa je došao Abdurrezak i kaže, evo ti, kaže, našao sam par srebrenjaka, ne zlatnika, kod svojih žena, mi, kaže, nemamo ništa, mi što god imamo para, kaže, to ode sve. A ovo sam, kaže, popio malo kod žena, evo ti par dana, pa dok neke bude veće na faki. Kaže, pa Ahmed rekao, ne, ni u kom slučaju, kaže, Ahmed je bio poznat po tome da nikad od nikoga nije žena da uzme novac. Pa je ljudima prepisivao u međuvremenu knjige, a ljudi su mu plaćali što im prepiše knjigu, pa je od toga živio dok je bio u Jemenu. Kaže, pa onda kad su krenuli da se upazite, pogledajte sad to, ukraden ti novac, ti sam tu se, i u svemu tome ne želi da uzme tuđi novac, a i dalje sjedi i piše hadise. Kaže, pa kada su krenuli, treba sad ponovo u Irak da dođe, to su, braću moja draga, hiljade kilometara na nogama i na devama. Kaže, samo što su došli u red da dođu u Irak, došli u jedno mjesto gdje je bio jedan veliki hafiz tog vremena. Kaže, a njih je trojica bilo, Ahmed ibn Hanbel i još dvojica. Pa je, kaže, ovaj jedan rekao, kaže, hajde da ovoga šeha u ovom mjestu provjerimo je li hafiz, je li i dalje dobar sa znanjem. Pa Ahmed kaže, nemoj bolan, kaže, taj čovjek je prepoznatljiv kod nas, zna se da je, nima potrebi. Kaže, gdje vi mene pusti da ja njemu skrojim ispit. Kaže, a prija je bilo, kaže, poznato, šejh dođe i sjedne, kaže, tišina je bila maksimalna, kaže, olovka se nije smjela čut. Kako se ljudi ne bi dekoncentrisali, kako im to ne bi znanje poremetlo. Šejh dođe i sjedne, zna svoje hadise na pamet, drugi dođu, čitaju i kad pročita hadis, on mu kaže, da, to je moj hadis.
Kaže, to je moj hadis, ja ga tako prenosim. Pa mu je ovaj sklopio ispit, napisao mu 10 hadisa, aliku selam. Šivita, fadlan, ti gdje sam. Fatar. Kaže, pa mu je sklopio ispit 10 hadisa koji on od njega prije zapisao, a 11 im ubaci koji nije od njega. Pa tako opet 10 njegovi 11 koji nije od njega i još 10 i 33 koji nije od njega. Kaže, pa mu je počeo čitati, a ljudi slušaju, kaže, pa mu je pročitao 10 hadisa, on za svaki hadis kaže, da, to je moj hadis i to je vjerodostojan hadis. Kad mu je pročitao 11 hadis, kaže, ne, to nije moj hadis, bacaj, odbacuj, nemoj ga meni pripisivati. On je pomislio da je ovaj slučajno pogriješio. Pa je opet došlo 10 hadisa ispravni, 11 neispravan. Kaže, to nije moj hadis. A ovi ljudi, to su bili klikeri, to su bili mozgovi veliki. Pa mu je pročito još 10 ispravni, onda 33 opet neispravan. I onda je on skonto da ovaj njemu poredio 10. Kaže, pa izvadio nogu, ovaj sjedio ispred njega, pa ga nogom roknu, kaj odmah se dole zakotrlju sa stolci. Kaže, a što se tiče Ahmeda, on je, kaže, puno bogobojazni da mi ovo uštima. Što se tiče ovog drugog, ovaj je nesposoban, naučno da mi tu, samo je to mogu ovaj, kaže, što mi je čito. Pa kaže, kad su otišli, Ahmed kaže, ovo mi je bolan i sam ti rekao, ne treba tu da rađe. Meni je, kaže, draže što je me nogom gruno uprsa, ali da sam skonto da i dalje dobro, kaže, pamti hadise, nego kaže sve ono što smo išli u Jemen. Džaba što ga je udario, meni kaj je bitno da znam, pazite koliko su šerija čuvali. Udario ga, spao se, ali kaže, meni je bitno da ja i dalje znam da je on, kaže, dobro pamti. Toliko su, braćo moja draga, znači, bili pažljivi, toliko su lagali, toliko se trudili, da je spreman i lične uvrede pritrpiti samo da bi se potvrdilo, znači, da je neko i dalje povjerljiv prenosilac. Uhibbu Allaha wal Islam, wal Qur'ana wal Jannah, uhibbu jahafila al iman, tarfa'u rajata sunnah. Uhibbu Allaha wal Islam, wal Qur'ana wal Jannah, uhibbu jahafila al iman, tarfa'u rajata sunnah.